النار تحت البريك تحت البريك. بالنسبة لسيدي مخلوف عندنا مكتبين، المكتب الأول المتعلق بمنطقة الرال ويحمل عدد المسجلين 383 مسجل. بالنسبة للمكتب الثاني هو المكتب القرارة الحمراء ويبلغ عدد المسجلين في هذا المكتب 649 مسجل. تقريبا كل الظروف الأمنية الإعلامية الصحية اللوجستيكية متوفرة في هذا الانتخاب. احنا رانا متواجدين في منطقة القرار الحمراء ببلدية سيدي مخلوف في مكتب متنقل رقم 4 مختلط متنقل على مستوى بلدنا، وهذه أول نقطة انطلقنا منها اللي تبعد عن مقل بلدية سيدي مخلوف في حوالي 20 كيلومتر، على أن نتوجه إلى جميع الموالين المتواجدين على مستوى هذه المنطقة مهما في أي منطقة كان. احنا اليوم أنا عادين الواجب نتاعنا، واجب على كل جزائري وجزائرية اليوم، واجب نتاعنا وديناه على الدول الجزائرية الجديدة دي إن شاء الله.